إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بصمد الحديث عن بعض توجيهات القرآن السامية وبعض أوامره الراقية التي جاءت من أجل سد ذرائع الشر ومنع أسباب الفساد. آية كريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية تتحدث عن الإنسان وحقائقه وطبعه وتكوينه، بأن الرجل ميال للأنثى فطرة وطبعا، وجاء الإسلام يقنن هذا الميول ويضعه في إطاره الصحيح تهذيبا من أجل أن يكون فائدة للبشرية وإعمارا للكون وإبقاء للنسل، ولم يترك للشهوة العنان. تعبث كيف تشاء، تدمر وتخرب المجتمعات والأسر. شخص يفتح الفضائية بيده ويجلس الساعات الطوال يقلب البصر فيها، يقول القرآن قال من أبصارهم، ما أقول البصر، أنا أغض بصري، لكن برضو في حاجة قالوا يعينوا ليها. الحاجات اللي قالوا يعينوا ليها دي شنو؟ اللبنانيات، الممثلات السوريات، اللي يعينوا ليها، اللي يعينوا ليها شنو بيخلوا شنو؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. تصيب الإنسان في مقتل من الإشكالات أن الشخص قد يرى جميلة في الطريق، هو عابر وهي عابر، وفي بص لكن في حفلة وهي ماشى بكرعينة، ما بتبقيه ما بتكلم معه، لكن تظن هذه الخواطر فيه ويزني بغيرها عياذا بالله. ولذلك البصر خطر، البصر خطر، البصر خطر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما آيس الشيطان من شيء لا أتاه من قبل النساء. إذا جلبنا آدم وقنع منه ولقاه مستقيم، بس يجيه في باب النسوان يزين له الموضوع. ولذلك كان القرآن راقيا في توجيهاته لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حاجة الناس لغض البصر في عصرنا هذا ماسة، لا سيما في عصر الفضائيات. غض البصر صعب، وأصعب شيء الآن، أصعب عبادة في عصرنا أن تغض البصر عن الحرام تعبدا لله جل جلاله، وهذا يحتاج إلى إيمان وإلى شخص متمكن من نفسه. صعب جدا مع الجامعات المختلطة، وجود النساء في كل مكان، بما في ذلك المواصلات، الأماكن العامة، أماكن التجمعات، الشركات، دواوين الحكومة، دوائر الدولة، أينما ذهبت تجد المرأة. ولذلك أصعب شيء لو قلت انا اشتغل شغل خاص، شنو يعني شغل خاص؟ يقول لك ناس الضرائب بيرسلوا لك مرة اسمها موظفة الضرائب، تجي تحلفك وتقول لك بكم تمشي من النسوان وين؟ وكان اشتغلت بوتيكات، ده معناها مشيت النسوان رسمي، يعني ده عايز تبيع لي منو يعني؟ ده تبيع لي منو؟ للميكانيكية؟ ده تبيع للميكانيكية والكماسرة بتاعت والكماسرة بتاع الحفلات، بيجوك النسوان راس عديد، يعني ما في طريق اصلا. المجتمع الان صعب جدا، أسوأ ما في المجتمع اليوم أن المجتمع يريد أن يقنن للفساد. حاجة غريبة، الناس يقول الله إحنا غلطانين والله يتوب علينا والله يقدرنا، يقول إحنا قالوا فش الله ذاته قال النسوان يطلعن، الله قال يطلعوا كده بالطريقة دي، ده حلال ده حسد الشرعي. المرأة تخلط ما في بقى، محجبة ما في بقى، محتاجة للعمل، في نساء يعلن أسر ولهن واجبات كبيرة جدا تجاه أسرهم ما في بقى. لكن الونسات في المكاتب دي علاقة شنو بأكل العيش؟